جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: إذا أخر الإنسان صلاة المغرب وصلاة العشاء ليجمع جمع تأخير، فهل يجوز له أن يؤخرها إلى منتصف الليل أو كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك أن يؤخرها إلى منتصف الليل، وهو أفضل، إلا إذا ارتبط بجماعة يصلون في أول الوقت فإنه يصلي معهم ولا يؤخرها. نعم.